بالنسبة للطفل العنيد، أول حاجة برضو يا ماما، أنت متعودة تنادي على ابنك، بتنادي مرة واتنين، بعد كده هو مش بيرد عليك، هو بيبقى مركز في الموبايل أو مركز في التلفزيون، تروح أنت مصرخة بصوت عالي وتقول له تعالى مش بنادي عليك، فهو كده هيتعود علي على أن أنا مش هرد غير والصوت عالي. لأ، لما يعمل كده هتروحي لحد عنده وتمسكي الموبايل من إيده أو تطفي التلفزيون تقولي له أنا مش بنادي عليك، لان احنا لو عودنا اولادنا ان احنا بنصرخ على طول او بنزعق ونتعصب على طول، هو كمان هيبقى هي دي طريقته معانا ومع كل الناس بره ومع اخواته. لا، كل حاجه بصريخ وزعيق والعند، طبعا ده هيبقى متداول معاه جدا في كل حاجه هتعمل. يعني هتعمل انا هو ده اللي انا عايزه، خلاص هيبقى كل رد فعله بالعصبيه والزعيق. إنما إحنا لما نعمل أي موقف مع أولادنا نروح لحد عنده ونمسك إيده وندي الأمر وإحنا قدامه، مش هصرخ من بعيد وبعد كده الولد يضطر يصرخ، تروح أنت ضربة ابنك تقول له أنت بتعلي صوتك عليا، طب يا ماما أنت اللي صرختي الأول. فلكل فعل رد فعل، أنت هتعلمي ابنك أو هتتكلمي معاه بصريخ وزعيق، هو كمان هيتعلم يرد بصريخ وزعيق. فبلاش إن إحنا نعلي صوتنا على الولاد كتير ونزعق، لأن ده بيعمل نتيجة سلبية جداً مع أولادنا بعد كده، بتخليهم عنيد جدا، وكل اللي هو عايزه بيبقى عايز ياخده حتى بالصريخ والعياط. كمان حتى لو الطفل بيعيط على الحاجة ما تنفذيش أمره، لا قولي له العياط مش هو ده الحل، أنا مش هنفذ اللي أنت مهما عملت، سيبيه يصرخ وسيبيه يعيط، لكن أنا مش هجيب لك الحاجة اللي أنت عايزها. بس لازم تدي إيه السبب إن أنت مش هتجيب، أنت صرخت، أنت عيطت، لا أنا عايز الحاجة دي، خلاص لما تهدى وتعتذر أنا هبقى أجيب لك الحاجة دي. عدم طاعة الأوامر دايما بتيجي بسبب إن أنا بفرض رأيي على الطفل، يعني أنا بفرض رأيي لا أنت هتقوم تعمل دي. ففرض الأوامر ما بيكونش إن أنا لازم يكون أنا أعمل اللي أنا عايزاه، طب هو ممكن ينفذ الأمر اللي أنت عايزاه بس بطريقة تانية، وليكن هو دلق حاجة في الأرض أو بهدل اللعب بتاعته، لم مش هلم، لم لعبك يا حبيبي من الأرض، لا أنا مش هلم اللعب. بنقرب على الطفل ونمسك إيده، وطي وهات اللعبه ويحطها في الباسكت او يشيلها وانت ماسكه ايده. يعني احنا حتى احنا في المركز عندنا بنجيب الطفل، لا انت هتوطي وتجيب الحاجه، وتبقى انت ممكن انت اللي مسكتي ايده وانت اللي مسكتيها بس بايده هو برضه، وتخليه ينقل الحاجه او يسمع كلامك بمساعدتك لحد ما يتعود ان كده كده الطلب اللي احنا طلبناه منك هتنفذه، بس لما انت تقربي وتحركيه وتقوميه هتعمل الحاجه دي، انا هتعملها. إنما لو أنا فضلت أصرخ هو مش هينفذ.